حركه حسم هي الجناح المسلح للاخوان. جماعه تكفيريه، جماعه مسلحه. هو رضا ده اعترف وقال وهو بيزهو كده وبيفتخر ان دي حركه مقاومه. مقاومه ايه يا ابني؟ اعتراف واضح وصريح بانه حركه حسم هي الجناح المسلح المقاوم من وجهه نظرهم لجماعه الاخوان. الله يلعنهم جميعا. هات يا فريد. فالنهارده حركات التحرر الوطني اللي موجوده في مصر، انا برايي ان هي بتنضج بمرور الوقت. النهارده لما حد كان كل ما هنالك ينفس عن نفسه ويروح يعمل اي عمل عشوائي، لما فيش عمل عشوائي بيتعمل، والنهارده بيعمل لنفسه مكتب سياسي. انا بتكلم هنا مثلا على حركات زي حركه حسم اللي هي لاول مره اشوف اسمع ان ليها مثلا مكتب سياسي عبر عنها. مش حركه مخابراتيه؟ لا مش حركه مخابراتيه، لا. ما هو انا هقول لحضرتك، احنا كنا بيكلمونا زمان في كليه الاعلام، لو انت بتقرا مقاله لواحد انت ما تعرفوش وعاوز تحدد هويه هذا الشخص، تعرف من المقال تحدده من خلال حتى المفردات اللي هو بيستخدمها. هو بيستخدم مصطلح مقاوم ولا مجاهد ولا طيار عنف ولا مش عارف الغاضبون ولا المناهضون مش عارف ايه، تعرف تلقط على طول يعني. طيب ده اعتراف واضح لا يقبل الجدل انه حسم. ده كلام قديم على فكره، مش كلام النهارده، كلام قديم قال. واحنا جبناه، انا فاكر جبته من حوالي كام شهر او سنه فاتت. حركه حسم او تنظيم حسم ده جناح مقاوم من الاخوان، اعتراف واضح اهو. قال لك لا، ده حركه كذا ولا كذا.